دابا الولاد المرأة كالرجل ما بقاش الفرق بيناتهم. المرأة خصها تفرض وجودها لأن حتى هي ولات تتساير المهن ديال الراجل بحالها بحال الراجل، ما بقاش الفرق بين الرجل وبين المرأة، دابا ولات بحال بحال. Presque 40 ans. Presque 40 ans. Oui. Le mari de l'arhamo, ana kont tanji sghira maha. Fash kbar ma bqash yqdar ala al khidma. Wlit ana tanji nعاونو. Kont tanta nqra w tfash nqra tanji ando tanعاونو shwa tamshi nqra. Ma andekch akh w la ghir enti? La, ma kaynch andi, kayna ana w khti. Khti kbar mni ana sghira. W ma kontch nqdar n زعما نخليو المحل، فهمتيني؟ شنو اللي تمشيو للمحل ديال السوريات؟ لحم الجمال، انت مازال كديري لحم الجمال؟ لحم الجمال دائما ان شاء الله. مطلوب بزاف لان ما فيهش الدهنيات، ما فيهش كوليستيرول. بالنسبه بالاحسن للحوم الحمراء هو لحم الجمال، وعنده فيه الطلب بزاف لان فيه دواء وشفاء للناس. وهذه المهنه راه معروفه ديال الرجاله، وداكشي كنتي قدرتي عليها، قدرتي على المتاعب ديالها؟ قدرت عليها لان كنت كبرت فيها صغيره. داكشي علاش كنت فرضت وجودي مع لي كليون، مع الزملاء، مع الجيران. الحمد لله ما لقيتش شي صعوبه لان كبرت فيها صغيره. واش كاينه شي مراه حدا اخرى كبيره في هذه المنطقه؟ تيكون، ولكن خص المراه اللي تكون فارضه وجودها ولي تكون مشهوره ولي تعطي. ماشي باي مراه تقدر تعطي، واخا تكون كزيره وش حاجه خصها تعطي. تعطي ديال الجبناء تدير بزاف. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ شنو لي كونطرا ديالك مع السيد؟ لي كونطرا خاصها تكون معقوله، خاصك تعطيهم لا كاليتي، خاص تكون بزاف د الحاجات، ماشي اي امراه تجي تخدم في هذا الميدان وتقدر تمارسه وتقدر تنجح فيه. شنو الراي ديالك المرأة المغربيه؟ المرأة المغربيه دابا الولاد المرأة كالرجل ما بقاش الفرق بيناتهم. المرأة خاصها تفرض وجودها لأن حتى هي ولات تتساير المهن ديال الراجل بحالها بحال الراجل، ما بقاش الفرق بين الراجل وبين المرأة. شنو الرأي ديالك في المدونة؟ رأيي في المدونة، ولكن واخا هكاك ديما تنبقاو خصنا نرجعوا للقرآن. الرجال قوامون على النساء. الحمد لله متفاهمة مع راجلي، ما عنديش مشكل. أنت الأم ديالك الله كيفاش كتربيهم من هذه الناحية هذه؟ راه مورا الحمد لله مساواة بين المرأة والرجل، ما عندناش مشكل. ولكن ديما المرأة تنعطيوها واحد القيمة، واحد الصورة، لأن في الإسلام تيقولوا أمك ثم أمك ثم أمك. كلمة أخيرة للنساء. مرة أخيرة للنساء بأن النساء دابا يقدروا يتزاولوا هذه المهنة لأن ما كاين حتى شي مشكل، وزعما يخص المرأة تكون عندها الجرأة والإرادة باش تقدر تسير هذه المهنة. صافي.